بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي للدرس في بلاد الخاصة، أهلا بكم. هنتكلم النهاردة إن شاء الله مع الدرس الأول في الوحدة الثانية، وهو بعنوان الصناعة والتجارة في الوطن العربي. الصناعة والتجارة في الوطن العربي أول نقطة أنا هنتكلم عنها، وهي أهم عوامل قيام الصناعة في وطننا العربي، العوامل التي تساعد على قيام الصناعة في الوطن العربي. وتنقسم هذه العوامل إلى عوامل طبيعية وعوامل بشرية. العوامل الطبيعية مصادر الطاقة، مصادر الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة أو غير المتجددة. مصادر الطاقة المتجددة زي ما خدنا إن هي طاقة الرياح والطاقة الشمسية. أما مصادر الطاقة غير متجددة البترول والغاز الطبيعي والفحم. أيضا من العوامل الطبيعية اللازمة لقيام الصناعة المواد الخام. تنقسم المواد الخام الموجودة في الوطن العربي إلى مواد خام زراعية، مواد خام معدنية، مواد خام حيوانية. تاني حاجة عندي من العوامل اللازمة لقيام الصناعة العوامل البشرية، مثل السوق، الأسواق سواء الأسواق الداخلية أو الأسواق الخارجية، وسائل النقل التي تنقل المواد الخام إلى المصانع ثم تنقل المنتجات إلى الأسواق. الأيدي العاملة، الأيدي العاملة المدربة ذات الخبرة اللازمة لقيام الصناعة. رأس المال هذا العامل البشري ضروري جدا لقيام الصناعة من أجل شراء الآلات، من أجل دفع قبور العمال. هتعرف على النقطة الثانية في الدرس، وهي أهم الصناعات في الوطن العربي. بتنقسم الصناعات في الوطن العربي إلى قسمين، القسم الأولاني صناعات استخراجية، أيضا لها اسم ثاني صناعات تعدينية، ودي بتمثلني 80% من الصناعات التي تقوم في الوطن العربي. النوع الثاني أو الصنف الثاني صناعات تحويلية، ودي بتمثلني 20% من الصناعات الموجودة عندي في الوطن العربي. صناعات استخراجية يعني استخراج المعادن، المعادن المختلفة زي استخراج البترول، استخراج النحاس، استخراج الحديد، المعادن المتنوعة. أما الصناعات التحويلية هي المقصود بها التحويل المواد الخام إلى منتجات يستفيد منها الإنسان. طب هنا واحد يسأل ويقول لي يا أستاذ، هو أهم نوع من الأنواع اللي هي أفيد للدولة؟ طبعا أقول له النوع الثاني هو المفيد للدولة اللي هي الصناعات التحويلية. وكلما زادت الصناعات التحويلية في الدولة كلما تقدمت الدولة. أما الصناعات الاستخراجية هي صناعات بسيطة، لأنه مجرد استخراج شيء من بطن الأرض فقط، وبعد كده بيوديه إلى دول أوروبية تانية تقوم بتحويله إلى منتجات، ثم نرجع بعد كده نستوردها نستوردها بأغلى الأسعار. طيب النقطة الثالثة عندي أهمية الصناعة في الوطن العربي. الصناعة مهمة في الوطن العربي؟ نعم مهمة. طب بما تفسر أهمية الصناعة في الوطن العربي؟ أو أنها بتزيد حاجة السكان من المنتجات، أنها بتزيد من قيمة المواد الخام اللازمة للصناعة، ترفع من أسعار المواد الخام التي تدخل في الصناعة، أيضا بتوفر فرص عمل للشباب من خلال مطلوب عمال للعمل داخل المصانع، أيضا زيادة الدخل القومي للدولة من خلال تصدير وتصدير المواد الخام أو تصدير المنتجات الصناعية إلى الخارج. طب هناك بعض المشكلات بتواجه الصناعة في الوطن العربي، أتعرف عليها. أول مشكلة عندي هي التركيز على الصناعات التعدينية أو الاستخراجية زي ما أنا قلت. إن 80% من الصناعات اللي عندي صناعات تعدينية، وده ما بيؤديش إلى تقدم الدولة، ودي مشكلة بالنسبة للصناعة. المشكلة الثانية تشوه الإنتاج الصناعي. أنا عندي 22 دولة عربية، بجد إن ال 22 دولة ممكن بينتجوا أو بيتشاركوا مع بعض في إنتاج منتج أو منتجين مع بعض. الدول العربية بتنتج في الآخر 4 أو 5 منتجات فقط، تتشابه المنتجات العربية مع بعضها. لا يوجد تنوع في الإنتاج علشان نعمل تكامل مع بعض كما سنحدث في الدرس القادم إن شاء الله. أيضا من المشكلات التي تواجه الصناعة انخفاض مستوى العمالة العملي، أن العمالة اللي موجودة في الوطن العربي عمالة ليست ذات خبرة علمية، ليست عندها مستوى علمي يؤهلها أنها تكون عندها خبرة علمية لكي تواكب التطور التكنولوجي اللي موجود في الصناعة في كل أنحاء العالم. أيضا استيراد الآلات ومستلزمات الإنتاج من الخارج، إنك تستورد معظم الآلات ومستلزمات الإنتاج من الخارج، فأنت بتقوم بعملية بسيطة جدا اللي هي عملية الإنتاج النهائي. طيب
أني أخش عن التجارة في الوطن العربي، وده النصف الثاني من الدرس. التجارة في الوطن العربي، حاجة أن هناك ضعف في التجارة بين الدول العربية، ودي بنسميها التجارة البينية، اللي هي بتتم ما بين الدول العربية وبعضها البعض. هذا النوع من التجارة اللي هو التجارة بين الدول العربية وبعضها البعض ضعيف جدا. ليه؟ لزيادة حجم الواردات العربية من الخارج، فمعظم الدول العربية تستورد من دول أوروبا ومن دول الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان ودول الاتحاد الأوروبي. ليه؟ قال لك لأن احنا لسه قايلين دلوقتي إن أنا عندي في تشابه في الإنتاج العربي، تشابه في الإنتاج العربي، وعندي إن أنا عندي مستوى الإنتاج العربي ماهوش عالي، ما عنديش الجودة. أيضا هناك تجمعات اقتصادية غير عربية ترتبط بها الدول العربية، زي ما أنا لسه قايل دلوقتي حجم التجارة مع الدول الأوروبية والتبادل التجاري مع الدول الأوروبية، زي ما هو واضح من الرسم البعيد دوت، إن الدول العربية بتقوم باستيراد ما يقرب من 422.2 مليار دولار من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا والصين واليابان. أما التجارة بين الدول العربية حجمها لا يتعدى 65 مليار دولار. إذا هناك فرق كبير جدا ما بين الاستيراد من الخارج وما بين التجارة البينية، التجارة بين الدول العربية وبعضها البعض. آخر نقطة عندي هتعرف على أهم الصادرات وأهم الواردات بالنسبة للوطن العربي. هلاقي إن أهم الصادرات ما يقوم الوطن العربي بتصديره للخارج حاجة البترول، المحاصيل الزراعية، الأسماك، المنسوجات، الصمغ العربي، الأدوات الكهربائية والأسمنت. دي أهم الصادرات التي تقوم الدول العربية بتصديرها إلى الخارج. أهم الواردات حاجة إن أنا عندي بستورد من الخارج الآلات، مستلزمات الإنتاج، معدات النقل الثقيل، الطائرات، السيارات، أجهزة الكمبيوتر، الإلكترونيات، العطور وأدوات التجميل. كل دوت بستورده من الخارج، ولذلك زي ما أنا لسه قايل دلوقتي حجم التجارة مع الدول الغير عربية كبير جدا بالمقارنة بحجم التجارة مع الدول العربية، رغم جهود الدول العربية في عمل التكامل ما بين الدول العربية سواء في الصناعة أو في التجارة أو في جميع المجالات. شكرا لكم.